سبب آخر هو الذي يمس العملات المشفرة. العملات المشفرة هي الأسواق الوحيدة العاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع. الأزمة بدأت بنهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة تحديدا، وبدأ السوق ينهار الجمعة. بالبيانات الأمريكية الأسواق الآسيوية كانت مغلقة في هذا الوقت، الأسواق الأوروبية كانت مغلقة، أغلق السوق الأمريكي على تراجع بسيط، ولكن السبت والأحد كانت العملات المشفرة هي الوحيدة العاملة. الخوف من افتتاح الأسواق يوم الاثنين جعل أغلب المستثمرين يذهبون إلى بيع العملات المشفرة تحوطا ما قد سيحدث يوم الاثنين، وهذا ولكن لماذا خافوا؟ هل هناك شيء ينذر؟ بدأ بالإنذار من يوم الخميس الجمعة بالبيانات الأمريكية، البيانات الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة. شاهدنا طبعا أرقام البطالة المرتفعة أكثر من المتوقع، وشاهدنا طبعا توقعات بوجود كساد اقتصادي للولايات المتحدة. قد يكون الموضوع زاد عن حده، أو الخوف من موضوع الكساد زاد عن حده، خاصة بعد نتائج الربع الثاني للولايات المتحدة التي جاءت أفضل من المتوقع. ولكن كثر الحديث عن أن بنك الاحتياط الفيدرالي هو البنك المركزي الأمريكي قد تأخر بخفض أسعار الفائدة، وهذا نرجع ل 2020 أو العام 2020 عندما تأخر ببدء رفع أسعار الفائدة.